السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار والتوسع في ميكنة منظومة إدارة خدمات الكهرباء. بدء سريان قرار رئيس الوزراء بتعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي مع استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة. إسبانيا تؤكد أنها آمنة بعد فرض دول أوروبية قيودا على القادمين منها بسبب تزايد الإصابات بكورونا. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الشاملة على شاشة قناة النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار وحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية. ووجه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والاتصالات بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة. يبدأ اليوم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتعديل ساعات استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم لتصبح من 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية. كما تم تعديل مواعيد استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية لتصبح من 6 صباحا وحتى 10 مساء. وتضمنت الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات. ونص القرار أيضا على أن يسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في هذه المؤتمرات عن 50 فردا كحد أقصى. كما نص القرار على أن تبدأ الإجراءات اللازمة لتنظيم المعارض بدءا من أول شهر أكتوبر القادم. أهلا بكم من جديد في متابعة لأهم أنباء بانوراما النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار وحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء وذلك بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية. ووجه الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والاتصالات بتطبيق أعلى معايير السلام والأمان النووي لمحطة الضبعة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة وفعالية آلية التحصيل. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة في منظومة توليد الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربي مع دول الجوار الإقليمي. كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة،
حيث وجه السيد الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يبدأ اليوم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتعديل ساعات استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم لتصبح من 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية. كما تم تعديل مواعيد استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية لتصبح من 6 صباحا وحتى 10 مساء، وتضمنت الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات. ونص القرار أيضا على أن يسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية شرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين عن 50 فردا. أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إذ حصلت التنسيقية على تصريح لمتابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات لرصد وتوثيق ومتابعة مواقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية. يأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية وتحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية. وقد رحبت التنسيقية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 861 قطعة سلاح ناري، من بينها 173 بندقية و73 بندقية آلية و50 مسدسا و565 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة العيرة بلغت 1089 طلقة متنوعة، إضافة ل 1292 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ عدد 4612 قرار إزالة لحالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق 26 مديرية أمن، إضافة إلى ضبط عدد 410 شخص بإجمالي عدد 408 مبنى لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 451,455 حكما قضائيا، من بينها 1925 حكم جناية و 159,778 حكم حبس
و222,545 حكم غرامة و67,207 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهماً قاموا بارتكاب 56 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 35 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 59 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 812 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 897 متهماً، وبحوزتهم قرابة 92 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 248.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 17 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 11.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 19,055 قرص مخدر. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي. مع تصاعد الأزمة السياسية في تونس، يتدخل الرئيس قيس سعيد لإنهاء الاشتباك السياسي بين الأحزاب الرئيسية لتقديم مرشح مستقل رئاسة الوزراء. وقع اختيار الرئيس التونسي على شخصية مستقلة هو وزير الداخلية هشام المشيشي البالغ من العمر 46 عاماً، وينظر إليه باعتباره مقرباً من سعيد وكان مستشاراً له في السابق. وكان المشيشي كذلك عضواً بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. أننا ننتظر الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة، وسنعمل على تحقيقها إن شاء الله، لأنها مشروعة في ظل شرعية نحترمها، ولكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية. وباختيار المشيشي استبعد سعيد كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان. وقد فجرت استقالة إلياس الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية وسط توتر انتقل إلى البرلمان، حيث تسعى بعض الأحزاب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وسيعقد المجلس جلسة سحب الثقة يوم الخميس القادم. وأمام المشيشي شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس ويدعو لانتخابات جديدة. انضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد باسل الترجمان الباحث السياسي. سيد باسل، يعني اختيار الرئيس التونسي لوزير الداخلية ليكون يعني هو رئيس الوزراء المكلف، الاختيار ماذا يعكس؟ وهل متوقع أن تكون هناك معارضة من داخل البرلمان لشخصه؟ أهلا وسهلا. في البداية أن يختار رئيس الجمهورية، فهذا ما أعطاه الدستور له من صلاحيات لكي يختار الشخصية التي يراها الأجدر بتشكيل الحكومة، وهذا حق دستوري، لا يستطيع أحد أن ينازع رئيس الجمهورية. صحيح. وبالتالي له حرية أن يختار من يشاء. هو اختار الشخصية الأجدر وزير الداخلية هشام المشيشي، وبالتالي السيد هشام المشيشي سيبدأ ابتداء من يوم غد مشاورات على امتداد شهر تشكيل الحكومة. هذه الحكومة من سيؤيدها من سيعارضها، من المبكر الحديث عن الموضوع، ولكن المؤكد هي نقطة وحيدة، هي أن من إذا تم رفض هذه الحكومة فإن تونس ستسير باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، وهذا أمر لا يعني يرضي أو يمكن يسعد كثير من الأطراف السياسية التي تعي جيداً أنها إن تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات
نيابية يعني سابقة لأوانها، فإنها لا يمكن لها أن تعود إلى مجلس النواب، وبالتالي كل يعني الأغلبية ستدعم هذه الحكومة وستؤيدها، لأنها تعلم تماما أنها لا مفر لها من الرضوخ لخيارات رئيس الجمهورية الذي أجاد فهم وتطبيق الدستور بحذافيره، وهو الذي لم يكن له دخل أو دور في صياغة الدستور 2014 الذي أقر هذه الصلاحيات. نعم، لكن اسمح لي يعني سيد باسل، هو سؤالي كان مقصود به أنه الرئيس استبعد كافة الترشيحات التي جاءته من الأحزاب المختلفة، فلماذا برأيك؟ يعني لم تكن هذه الأسماء هي الأقدر من وجهة نظر الرئيس، أم كانت هناك اعتبارات أخرى وفقا للصراعات التي تشهدها الآن الحياة النيابية في تونس؟ يعني باعتقادي أنه كان هنالك 21 اسم تم ترشيحهم من الأحزاب. كثير من هذه الشخصيات لا يمكن أن تكون لها دور حقيقي أو فاعل في إدارة الشأن السياسي العام. الرئيس الجمهورية لديه مشروع متكامل، هذا المشروع أساسه هو محاربة الفساد السياسي والمالي الذي ينخر الأوضاع في تونس. ثانيا أن تونس لم تعد قادرة على تحمل حكومة محاصصة حزبية بين الأطراف، يجب أن تكون هنالك حكومة تمتلك الشجاعة والقدرة على التصدي لهذه القضايا وعلى إخراج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، على القطع مع الأطراف السياسية التي كانت تريد الحكم للحكم من أجل يعني أن تكون لها حصة في الحكومة، وأيضا وهذا هو الأهم أن لا يكون هنالك أي فرصة لاستغلال مناصب الحكم لتغطية الفساد أو التلاعب. طيب سؤال أخير وسريع عن سيد باسل، حينما أثناء حلف اليمين لرئيس الوزراء المكلف قال الرئيس التونسي: نعلم جميعا ما هي الشرعية ولكن آن الأوان لمراجعتها لتكون معبرة عن الشعب، ماذا كان يقصد الرئيس بهذه الجملة؟ بالتأكيد، لأن هنالك اليوم انتقادات كبيرة جدا وعميقة لهذا الدستور الذي وضع، دستور هو أساسه أن لا يتحمل أحد المسؤولية فيما جرى في العشر سنوات الماضية، هذا الدستور صمم للتهرب من المسؤوليات، وبالتالي اليوم هنالك مطالب شعبية عبر عنها رئيس الجمهورية الذي انتخبه 3 مليون تونسي، بينما انتخب كل الأحزاب الموجودة في مجلس النواب أقل من 2 مليون لكي يكون هنالك تغيير حقيقي وجذري وعميق في صياغة مستقبل تونس. أشكرك شكرا جزيلا سيد باسل الترجمان الباحث السياسي من تونس. ذكر الجيش العراقي في بيان أن مستودع أسلحة تابع لقوة الشرطة الاتحادية العراقية في ضواحي بغداد الجنوبية انفجر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين، وأمكن سماع عدة انفجارات في بغداد مساء اليوم. وأفادت مصادر أمنية بوقوع انفجارين على الأقل في معسكر الصقر القريب من منطقة الدورة والذي يضم الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. قتل 8 أشخاص من بينهم 6 مدنيين وأصيب 19 في انفجار دراجة ملغومة هز اليوم مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. يذكر أن سيارة ملغومة انفجرت الخميس الماضي في مدينة رأس العين أيضا، ما تسبب في مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إضافة لوقوع أضرار مادية في الممتلكات. أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم أن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح مطمئنة جدا. كانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل للولايات المتحدة لاستكمال العلاج، وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة.
تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم 645 ألف حالة وفاة و16 مليون إصابة، أكثر من نصفين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، تليها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ثم أوروبا. ويواصل تفشي الوباء تسارعه، إذ تم تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة منذ يوليو، أي ما يعادل ثلث مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في ديسمبر من العام الماضي. قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية فرض حظر للتجوال الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أضافت اللجنة في بيان أن الحظر سيكون اعتبارا من الخميس الموافق 30 من يوليو لعام 2020 وحتى الأحد الموافق 9 من أغسطس القادم. أعلن الأردن اليوم استئناف الرحلات الجوية مع نحو 20 دولة خضراء اعتبارا من الخامس من أغسطس المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب جائحة كورونا. كانت الحكومة الأردنية قد حددت قائمة بالدول الخضراء، أي التي تحظى بوضع وبائي منخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها. تضم اللائحة 22 دولة، من بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. أكدت الحكومة الإسبانية أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة، وأنه تم تحديد بؤر الإصابة بفيروس كورونا وعزلها. جاء ذلك ردا على قرارات دول أوروبية بشأن فرض قيود على المسافرين العائدين من إسبانيا بسبب تزايد الإصابات بالفيروس فيها. في ضربة لجهود إسبانيا للتعافي من جائحة كورونا، أعادت بعض الدول الأوروبية فرض قيود على القادمين من هناك للحيلولة دون تفشي الفيروس من جديد. وردا على هذه القرارات التي جاءت بعد تزايد كبير في عدد الإصابات بالفيروس، أكدت إسبانيا أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة وأنه تم تحديد البؤر وعزلها. تأكيدات مدريد جاءت بعد ساعات من فرض بريطانيا على نحو مفاجئ حجرا صحيا يتعين بمقتضاه على الوافدين من إسبانيا إلى المملكة المتحدة الخضوع لعزل لمدة أسبوعين. لأن الحالات في إسبانيا طبقا للبيانات التي حصلنا عليها يوم الجمعة والتي جمعناها على مدار اليوم أظهرت قفزة كبيرة في أنحاء بر إسبانيا الرئيسي، وجرى تقييم ذلك بعد الظهر أمس. اتخذنا القرار بأسرع ما يمكن، لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك. يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، وخلافا لذلك فنحن نخاطر بإعادة انتشار العدوى في المملكة المتحدة واحتمالية تفشي موجة ثانية وفرض إغلاق جديد. الإجراءات البريطانية أثارت ردود فعل لدى المسافرين، وأبدى الركاب المتوجهون إلى بريطانيا من مدريد استياءهم إزاء قرار الحكومة البريطانية. I understand why they did it. I think it's very important. أنا أفهم لماذا فعلوا ذلك. أعتقد أنه من المهم جدا وقف الانتشار، ولكن من المزعج حقا أنه لم يكن هناك تحذير على الإطلاق. لقد حجزت هذه الرحلة منذ أسابيع، وفي الليلة الماضية قالوا فجأة أنه يجب عليك الخضوع للحجر الصحي. هناك لا يمكنني فعل شيء، لا يمكنني الذهاب إلى العمل، يجب أن أعرف أشخاصا للتسوق من أجلي. أعتقد أنه أمر متطرف إذا أتيت من أجل يوم واحد فقط، لا يمكنك الحصول على ما تريد، سنرى ما سيحدث بعد ذلك، علينا احترام ذلك. أما فرنسا فقد أوصت بأن يتخلى المسافرون عن خططهم لقضاء عطلتهم الصيفية في برشلونة وشواطئها المجاورة، والتي شهدت حشودا كبيرة جدا بحيث لا تسمح بالابتعاد الاجتماعي. يذكر أن إسبانيا كانت واحدة من الدول الأكثر تضرراً من هذا الوباء في أوروبا، إذ سجلت ما يربو على 290 ألف حالة إصابة وما يزيد عن 28 ألف حالة وفاة، ما دفع إسبانيا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، ثم بدأت تخفيفها تدريجياً، إلا أن حالات تفشي ظهرت خلال الأسابيع الماضية. وفي نشرتنا أيضا بعد أخبار الاقتصاد، وصول أول فوج من حجاج بيت الله الحرام المقيمين داخل السعودية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وإلى أخبار الاقتصاد مع زميلي محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك دينا.
أهلا بكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعون فيها. وزارة الزراعة تواصل استعدادها لعيد الأضحى المبارك وتوفر الأضاحية بأسعار مناسبة وبجودة عالية. مرحبا بكم. تواصل وزارة الزراعة تجهيزاتها لعمليات بيع الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. من خلال توفير الأعلاف المناسبة لمختلف أنواع الأضاحي مع تقديم الرعاية البيطرية، تتواصل مجهودات وزارة الزراعة لتوفير الأضاحي بأسعار تنافسية للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك. قبلنا أزيد من حوالي شهرين أو 3 شهور شغالين استعدادات لاستقبال الأضاحي العيد من المزارع التابعة لقطاع الإنتاج وتجمعها في منافذ البيع زي محطة جزيرة الشعير هنا ومشتل بسين آه في الألوية دول عشان يخدموا على القاهرة الكبرى. حرك هنا الأسعار السنة دي حرك 58 جنيه أسعار الخراف للكيلو قايم، 56 جنيه أسعار العجول البقري للكيلو قايم، 48 جنيه أسعار العجول الجاموس للكيلو قايم. المزرعة دي هي مستقبل لجميع الحيوانات من جميع قطاع الجمهورية. بالنسبة عندنا 27 مزرعة بيجينا العجول كلها أو الخراف من جميع المزارع بيجينا بنستقبلها طبعا، بنستقبل معها بقى اللي هو البرنامج العلاجي والتحصيني، وطبعا بتخش بقى برنامج زي معين كتسميم بالنسبة للوزن مثلا 200 كيلو 250 بنستكمل حتى وصل 500 و600 كيلو. طول الفترة دي كلها طبعا بتبقى تحت الرعاية البيطرية من علاجات لو في إصابات مضادات حيوية وكده. يقبل المواطنون على شراء الأضاحي من المزارع الخاصة بالوزارة لما لها من جودة وأسعار تنافسية. اللحمة هنا مختلفة، يعني اللحمة هنا أنا عايز أقول لك اللي بيقنك مني على دراية أو في مهندسين مشرفين غير الفلاحين اللي بتالف أو غير، يعني أنا اشتريت من كل حتة بس إيه لما جيت هنا لقيت ان في حاجه مختلفه في اللحمه، او يعني الاكل الجوده بتاعه اللحم نفسه مختلفه. انا بربي نفس الطعم اللي انا بتعامل بيه اللي هو تربيه بيتي يعني الحاجه هنا مخدومه. جربت العجول وجربت الجاموس وجربت الغنم، مفيش حاجه اختلفت عن الثانيه، الاطعام كلها الله اكبر عليها والتربيه تمام. وقبل اي شيء يعني تعامل الناس هنا حلو، يعني تعامل الناس. وبالنسبه للاسعار بره منافسه للسوق، منافسه للتجار، منافسه للمربي الصغير للمربي اللي هو الكبير برضه الاستغلالي، مفيش الكلام ده هنا. فرق سعر ما بين السوق وما بين هنا مثلا في الكيلو حوالي 5 جنيه. توفر الوزاره جميع انواع الاضاحي باسعار تنافسيه للمواطنين عبر منافذها ومزارعها للمساهمه في تخفيف الاعباء وضبط الاسواق في الاسعار مع جودة ورعاية بيطرية لجميع المنتجات. بواسطة الرعاية البيطرية المتميزة مع توفير الأعلاف المناسبة، تواصل وزارة الزراعة توفير الأضاحي للجمهور بأسعار مناسبة مع جودة متميزة. منذر أبو دوح، النيل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى أغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه، منهيا التعاملات عند مستوى 580.4 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 1.1 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 62% ليبلغ مستوى 10524 نقطة و45% من النقطة. بدأت الهيئة القومية للبريد اليوم صرف المرحلة الثانية لمستحق المعاشات والتي تتراوح قيمتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، وذلك حتى يوم الاثنين، على أن تتم المرحلة الثالثة للمعاشات والتي تبلغ 2000 جنيه فأكثر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. يأتي هذا وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي حتى يمكن صرف جميع المعاشات قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 1.52 مليار دولار. وأوضحت الهيئة تراجع حجم واردات مصر غير البترولية في يونيو الماضي بنحو 5% في مقابل مستواها في يونيو 2019 لتبلغ نحو 5.3 مليار دولار.
أعلنت الحكومة الجزائرية انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3% في نفس الفترة من العام 2019، وذلك نتيجة لإجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السلبي لقطاع النفط والغاز الحيوي. وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمصدر للغاز بنسبة 13.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، ويسهم النفط والغاز ب 60% من ميزانية الدولة و 93% من إجمالي عائدات التصدير، حيث لا يزال القطاع متراجعا على الرغم من محاولة الحكومة إجراء إصلاحات. انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة دينا إبراهيم لاستكمال بانوراما. إليك دينا. أشكرك محمد. وصلت الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وذلك استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام. تأتي الإجراءات وسط فرض السلطات شروطا وقائية مشددة لتأمين سلامة الحجاج ومنع انتشار فيروس كورونا. وكشف وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح عن أن اختيار الحجاج هذا العام جرى إلكترونيا دون تدخل بشري، حيث اختارت المملكة حوالي 70% من المتقدمين لإقامة شعائر الحج هذا العام من المقيمين داخل السعودية من جميع الجنسيات ولمن تنطبق عليهم الشروط الصحية عبر موقع على الإنترنت. قالت السلطات الأمريكية إن شخصا قتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال احتجاج لحركة حياة السود مهمة بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس أمس. وفي مدينة سياتل اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 25 شخصا جراء وقوع أعمال شغب وتخريب للمباني وإشعال للحرائق خلال مظاهرات احتجاجا على قتل الشرطة للمواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد. في الوقت الذي تشهد فيه مدينة بورتلاند بولاية أوريغون اشتباكات عنيفة بين محتجين وضباط اتحاديين، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخص إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال احتجاج لحركة حياة السود مهمة بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس. وفي مدينة سياتل بولاية واشنطن اعتقلت الشرطة العشرات، فيما أصيب العديد من رجالها في مواجهة خلال أكبر احتجاج لحركة حياة السود مهمة تشهده المدينة منذ أسابيع. وقالت الشرطة إن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين، بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كين كاونتي. وكتبت شرطة سياتل في منشور على تويتر أنها ألقت القبض على 45 شخصا فيما يتصل بأعمال الشغب في المنطقة الشرقية، وأن 21 فردا من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف ومتفجرات أخرى. من أجل المشاركة في حركة حياة السود مهمة آتي إلى هنا كثيرا أسبوعيا لدعم القضية وإظهار التضامن مع حلفائي. يمكننا أن نحقق بعض التغيير هنا وبعض الإصلاح بالنسبة للشرطة والوصول إلى وضع يمكننا أن نعيش معا كمجتمع، بما في ذلك تطبيق القانون. لذا نحاول إيصال هذه الرسالة، إننا لن نتراجع، نحن لسنا هنا فقط من أجل لعبة، إنها ليست مزحة. وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه مجموعة من المتظاهرين، فيما أثارت أساليب الشرطة الاتحادية في بورتلاند غضب القادة المحليين والديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إن أفرادها لجأوا للقوى المفرطة وشكوا من تجاوز إدارة الرئيس دونالد ترامب. إنها ممنهجة تأسست هذه الدولة على تفوق البيض، التمييز لصالح البيض، وهي متضمنة في جميع أنظمتنا. وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن برايان مورينا في بيان إن ضباطا اتحاديين يتمركزون في سياتل لحماية ممتلكات اتحادية. ونشرت إدارة ترامب الشرطة الاتحادية أيضا في شيكاغو وكانساس سيتي وألبوكيرك ونيو مكسيكو رغم اعتراض رؤساء بلدياتها.
وتنطلق مظاهرات في أكبر مدينة في ولاية أوريون كل ليلة على مدى شهرين منذ مقتل فلويد في مينابوليس في مايو. استكمل موظفو القنصلية الأمريكية في تشينغدو بالصين إخلاء المبنى وسط إجراءات أمنية مشددة قبل إغلاق المكان غدا بناء على أوامر من بكين. كانت الولايات المتحدة طلبت من الصين إغلاق قنصلياتها في هيوستن بزعم أنها وكرا للتجسس، وردت الصين الجمعة الماضية بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشينغدو. وفي هذه النشرة أيضا بعد أخبار الرياضة، احتفالية فنية بقصر ثقافة الأسمرات بمناسبة ذكرى 23 من يوليو. في ذكرى 68 لثورة يوليو المجيد انطلقت الاحتفالية الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في حي الأسمرات بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدائم. أكدت وزيرة الثقافة أن الاحتفالية تقام لأول مرة ولمدة 3 أيام متتالية، مشيرة لأنها تعكس جهود الدولة المصرية لبناء مستقبل مشرق وحياة كريمة للمصريين. نظمت وزارة الثقافة احتفالية خاصة لذكرى ثورة يوليو تمتد على مدار 3 أيام بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات لإحياء صفحة بارزة في التاريخ الوطني المصري. عرض الذكرى 68 لهذه الثورة العظيمة، الاحتفالات على مستوى قطاعات وزارة الثقافة بالكامل، ولكن النهاردة ولأول مرة بتكون في حي الأسمرات الحقيقة في هذا المكان الرائع الجميل، وبنعلن كمان تفعيله بشكل كبير. هو بدأ بالفعل لكن بعد تجهيزات معينة ومحددة، وأعتقد أن كلنا تابعنا جمال المسرح والمبنى نفسه، فبإذن الله هيكون نقلة نوعية كبيرة جدا جدا، ويعني عايز أقول منفذ لوزارة الثقافة أن هي تقدر تتواصل مع أهالي حي الأسمرات. بدأنا نقول أن حي الأسمرات بقى فرق كبير بين زمان ودلوقتي. يمكن إحنا بدأنا كنا من سنة لفاتت في حفلات أو فعاليات يوم الجمعة والسبت، هدفها هي تحسين جودة الحياة، وده أحسن مؤشر للتنمية المستدامة. أقدر أقول لك دلوقتي إن فعلا أبناء الأسمرات بدأوا يحسوا بالثقافة، بعناصر الثقافة. تضمنت الاحتفالية عدة فقرات وعروض فنية لأروع الأغاني الوطنية والتراثية بمشاركة فرق الشباب للموسيقى العربية والنيل للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى التنورة التراثية، فضلا عن عدد من الندوات الثقافية والعروض الفنية أونلاين عبر المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. الاحتفالية احنا مجهزين لها بقالنا فترة طويلة جدا، لان دي احتفالية مهمة جدا الذكرى 68 لثورة 23 يوليو، واحنا سعداء جدا احنا بنشارك النهاردة في هذا الحدث الجميل والذكرى الجميلة وسط اهالينا واخواتنا في حي الأسمرات، واللي بيمثل نقلة حضارية كبيرة جدا لاهل مصر. اليوم النهاردة حافل جدا وجميل جدا، ويوم حضراتكم شايفينه وشاهدينه بكل ما فيه يوم جميل جدا النهارده، يوم مختلف اصلا في المدينه كلها. كتير قوي هنا بيعملوا حفلات، كل مثلا ايه في حاجه احتفال بيعملوا. هناك كانت وحشه عشان ايه كانت عشوائيات، لكن هنا حلوه عشان ايه مش عشوائيات. لاقت الاحتفاليه اقبال واعجاب الحاضرين، خاصه من سكان الأسمرات الذين يعيشون واقعا جديد من حياة إنسانية أفضل ترتقي بالبشر في كل المجالات لا سيما الفنية والثقافية، وذلك وسط تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا في أجواء من البهجة ومشاعر الانتماء والفخر. وختم هذه النشرة تذكير بأنبائها، السيسي يوجه باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار والتوسع في مكانة منظومة إدارة خدمة الكهرباء.
بدء سريان قرار رئيس الوزراء بتعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة. إسبانيا تؤكد أنها آمنة بعد فرض دول أوروبية قيودا على القادمين منها بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا. نايل دوت إيجي هو موقعنا، المزيد من المتابعة الإخبارية. إلى اللقاء.